حياكم الله متابعين صفحتنا الأعزاء. ها هنا اليوم عندنا بيت تقريبا كمل، بقى بس على شغلات خفيفة. راح نشوفكم التفاصيل اللي اشتغلناها هنا. هنا عندنا الاستقبال اشتغلناه ملكيات، فانرات جدارية ونقشات بالسقف وفانرات. طبعا هاي بعد الصبغ راح تبين شي كلش حلو. انتم تشوفون قدامكم هيك زوايا وبانرات وشغلات مرتبة. عندنا الهول هم اشتغليه بنفس الحالة، هم بملكيات. بس ديكور الهول شوية يختلف، راح تشوفون قدامكم بالتصوير. طبعا هسه مو واضح بالتصوير، لازم يعني يكمل بعد الصبغ، راح يبين كل واضح هذا الملكي ويبين شي حلو. هنا عندنا المطبخ البارد. طبعا المطبخ البارد يعني هذا تغيير جديد مشتغلين، هذا النقش اللي المزخرف نظرته كلش حلوة طلعت بالحقيقة، وإن شاء الله بعد ما يكمل راح يكون بعد أحلى. شغلات حلوة هذا البيت، إن شاء الله استغلناها، إن شاء الله طالع جابكم. هنا عندنا المطبخ الحار، سقف ثانوي عادي قابل للغسل. هنا عندنا بالغرف الجوة، عندنا هنا غرفة مشتغليها دبل طابق دبل إنارة خفية، هذا في الديكور كلش حلو يعني بالنسبة لي، يعني أحب هذا الديكور. احنا عندنا مكان البرد طبعا اللي دائما ننصح بيها، يعني نفضل انه ينلبخ السقف مثل ما تشوفون هيك، ينلبخ شوية مكان البردة حتى يقعد عليه البردة ليك مالت البردة. عندنا هذا الممر في الطريق انشغل، راح تنشد بيه جلوبات عشوائية. وهذه الغرفة الثانية في الديكور بسيط بيها. بقية الغرف في الطابق الثاني كلها مجرد عدل وإزارة 40 سنتيم. هنا الحمامات انشغلت بوردكس طبعا، وانطلست بالطلس الخاص اللي هو ضد الرطوبة هذا.